الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وبارك، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتفرج بها كروبنا وهمومنا وتقضي بها ديوننا وتشفي بها أمراضنا، وترحمنا يا رب العالمين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا فيما أقمتنا فيه، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعل لنا فرقانا بين الحق والباطل، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في عدد مبطلات الصلاة. كيف تبطل الصلاة؟ متى تحكم أن الصلاة قد بطلت فعليك أن تخرج منها وتعيدها؟ هذا الأمر هام جدا، كأهمية معرفة أركان الصلاة التي تصح الصلاة بها، لأن مبطلات الصلاة غياب ركن فيها، فيبقى لازم من مبطلات الصلاة تبقى عارف أركانها إيه عشان غياب ركن فيها يبطلها. سهلة دي. يبقى مبطلات الصلاة هنا اللي هيكلمك عليها هي أشياء أخرى خارجة عن الصلاة تبطلها، بغض النظر عن الأشياء التي علمتها سابقا من أركان الصلاة. يعني هيجيب لك في مبطلات الصلاة، مش هيقول لك غياب ركن، لأنه قبل كده لما شرح لك الأركان قال لك لو غاب ركن من الأركان تبطل الصلاة، فمش محتاج يعيدها لك في مبطلات الصلاة. وبعدين قال لك بعد كده خروج الريح اللي هي نواقض الوضوء، يبقى حدوث الحدث مبطلات الصلاة، يعني غياب شرط من شروط الصلاة يؤدي إلى بطلانها، يبقى لازم تراجع شروط الصلاة تاني عشان تعرف إن غياب شرط من شروطها يبطلها، وغياب ركن من أركانها يبطلها، ولكن غياب سنة من سننها لا يبطل. والسنن نوعين، سنن لو نسيتها وفات مكانها تقوم ايه تسجد لها للسهو نسميها أبعاد، وسنن أخرى لو نسيتها وفات وقتها لا تسجد لها للسهو وفات ثوابها فقط، ولا تسجد لها للسهو نسميها هيئات. يبقى لازم تعرف هذه الأشياء في الصلاة. متى تبطل الصلاة بقى في الأشياء الأخرى التي لم نذكرها من قبل؟ قال، وهو هنا يقصد الاختصار، وإن كان مبطلات الصلاة أكثر من 11، لكن هو هنا بيقول: فصل في عدد مبطلات الصلاة والذي يبطل به الصلاة 11 شيئا. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، لو كلمت كلام في الصلاة غير خارج عن الصلاة يبقى ده يبطل، هنشوف تفاصيله، سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. نمرة 2، والعمل الكثير المتوالي اللي هي الحركة الكثيرة، يعني العمل يعني الحركة، يبقى الكلام وهو التلفظ والعمل اللي هو الحركة المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. يبقى حد الكثير العمل الكثير هي ثلاث خطوات ثلاث حركات، وتكون متعمدة مش ناسي، وتكون حد الكثير هي ثلاثة، لو كان 2 يبقى لا لسه لا تبطل الصلاة بس يبقى مكروه. كثلاث خطوات عمدا كان كذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به، وهنكتفي بالاثنين دول نتكلم على تفاصيلهم النهاردة، الكلام والحركة، الكلام الذي يبطل الصلاة والحركة التي تبطل الصلاة، ثم نكمل الباقي إن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله. يقول قوله الكلام، يرحمكم الله، الكلام أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والمراد به النطق. يبقى حديث النفس ما يبطلش الصلاة لأنه ما اسموش كلام، لما تكلم في كلام داخلك اللي هو الناس يقولك أنا بسرح في أشياء كثيرة أفتكرها، حديث النفس ده ليس كلام لا يبطل الصلاة، يبقى كلامه النطق التلفظ. ولو بحرفين وإن لم يفهمه،
يعني ايه؟ يعني لو قال حرفين وحتى ما يدلوش على معنى، زي مثلا ايه؟ هو عنده حاجة في فمه عايز يتفها، فيقول تف، طلع المنديل بتاعه قال تف، هو بيتف، ادي تفه، تفه دي كلمة مش مفهمة لكنها تبطل بها الصلاة لأنها حرفية. كويس؟ طب ولو حرف واحد مفهم تبطل الصلاة، لو في حرف واحد لكنه يفهم زي قي من الوقاية، أمر من الوقاية، واخد بالك؟ قي نفسك من النار، يبقى قي دي وإن كانت قاف واحدة حرف واحد إلا أنه معناه فعل أمر من الوقاية، أو عي من الوعي وهو حرف واحد، يبقى حرف واحد مفهم أو حرفين ولو غير مفهمين تبطل بهم الصلاة. ده إيه الكلام اللي إيه اللي تبطل به الصلاة؟ ولو بحرفين وإن لم يفهم أو حرف مفهم، نحو قي من الوقاية وعي من الوعي، بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الاتيان به. حرف غير مفهم، انا عندي بلغم في زوري فقلت خ او خ لكنها غير مفهم تمشي، ده حرف غير مفهم، فهمت ازاي؟ يبقى في حروف مفهمة وفي حروف غير مفهمة. بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا للاتيان بكلام مبطل. طب افرض قال حرف غير مفهم وقصد به الكلام، تبقى برضه تبطل صلاته للقصد. يبقى لو قال حرف غير مفهم، احنا قلنا لو قاله وغير متعمد لا تبطل الصلاة. طب لو تعمد به الكلام بطلت الصلاة حتى ولو كان غير مفهم، فهمت ازاي؟ وإلا بطلت صلاته لأنه نوى المبطل، نوى المبطل وخرج منه الصوت، بخلاف لو نوى أن يتكلم كلام خارج الصلاة ثم لم يتكلم لا تبطل صلاته، لكن إن نوى المبطل وخرج منه الصوت، فهمت إزاي؟ وإلا بطلت صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه. يبقى لو نوى المبطل ولم يشرع فيه لا تبطل صلاته، فهمت ازاي؟ الا لو غير النية، هنا الوحيدة بس اللي تبطل الصلاة بتغييرها هي النية، غير النية في صلاته يبقى هنا بطلت صلاته لتغيير النية، وان كان لم يتلفظ بقلبه بس. يعني انا بصلي ركعتين سنة الظهر القبلية على ما يجي حد يصلي معايا يا جماعة، فوانا بصلي كده وانا في الركعه الاولانيه بقرا الفاتحه لقيت واحد جنوه ورايا، قلت خليها ظهر بقى بركه يا جامد، ما ينفعش لا طالت سنه ولا طالت فرض، ده طالت سنه ولا طالت فرض، فهمت؟ افضل زي ما انت. طب افرض ان انا مش عايز اضيع عليا الجماعه، اعمل ايه وانا بصلي السنه ومش عايز اغير نيتي؟ اشاور له كده وانا بصلي، يعني انتظر، او اعمل له كده، او اعمل له بايديا الاثنين كده، يعني بصلي ركعتين، يوم التاني يفهم على طول، الناس بتفهمها وهي طايرة، يعني مش محتاجة كلام، هيفهم على طول، يروح قاعد مستنيك، وبعدين تعمل صلاة جديدة من الأول وجديد فريضة من الأول، لأن الإشارة في الصلاة ليست كلام وإن كانت مفهمة، الإشارة في الصلاة ليست كلام ولو كانت مفهمة كرد السلام. ما احنا هنتكلم في الحركة إنها 3 حركات، وهنا الإشارة بالإيد بالصباع فيهاش حاجة، او بالايد وحركتين ما يضرش، وهنا المصلحه انه عايز ايه، يعني يدرك الجماعه ومش عايز يغير نيته وعايز يستمر في سنته مش عايز يقطعها، ففي مصالح كتيره مش بيعملها يعني لهوا او لعبا، لا لا بيعملها لمصلحه. فهنا بيقول لك ايه؟ لانه نوى المبطل وشرع فيه. يبقى لو قال لفظ واحد حرف واحد غير مفهم وقصد به بطلان الصلاة بطلت صلاته، لكن لو قال حرف واحد غير مفهم ولا يقصد به البطلان خرج منه غصب عنه، فهمت ازاي؟ يعني مثلا ايه، وهو قايم كده ركبته وجعته او همزة كده مكتومة تمشي ما يجراش حاجة، لو قال اه يابا إذا كانت على غلبة الحال خالص غصب عنه خرجت منه عفوية ما يقصدش،
يبقى لا تبطل الصلاة، وإن كان غير عالما بالتحريم لا تبطل صلاته، ولكن نقول له ما تعملش كده تاني. لكن لو عالما بالتحريم بطلت صلاته طالما عارف الأحكام. تلخص في أثناء الصلاة. ما هيتكلم هنا التفاصيل بقى، ايه اللي هي الحاجات اللي تبطلها وإلا بطلت صلاته، لأنه نوى المبطل وشرع فيه. والحرف الممدود مع مادته حرفان فتبطل بهما الصلاة. يعني مثلا بيتاو، الله، ده مدها 4 حركات اهو، ده مدة 3 4 حروف، يبقى تبطل صلاته بالحكاية دي. بيتنهي التنهيدة عالية مدة طويلة كأنه بيمدها، فاهم؟ كأنها حط مكانها حروف، صوت طلع منه، فاهم؟ فتبطل بهما الصلاة سواء كانت مدته ألفا أو ياء أو واوا، ولو كان الناطق بذلك مكرها كمان، حتى لو كان مكره غصب عنه لندرة الإكراه فيها، اللي هي الحروف الممدودة. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ألفاظ لو قالها في الصلاة ما تبطلهاش. إيه؟ التلفظ بنذر التبرر الغير معلق، نذر البر. ما هو النذور 3 أنواع، نذر تبرر ونذر معلق ونذر محرم. باب النذور لما نيجي ندرسه، والنذر لا ينعقد إلا بالتلفظ. نذر التبرر اللي هو نذر المترك الطاعة، مترك البر بغير تقييد بحاجة معينة، ده اسمه نذر تبرر. وفي النذر المعلق اللي هو إيه، يعني مشروط على حاجة معينة، يا رب لو الموضوع ده مشي هذبح خروف ووزعه لله، اللي هو معظم نذور العوام، معظم نذور العوام نذور معلقة مكروهة ويجب الوفاء. حكم نذر المعلق أنه مكروه ويجب الوفاء به، مكروه لأنه فيه إساءة أدب، وإن كان العام ما يعرفش إساءة الأدب ما يقصدهاش، لكن لما تعرف كرم ربك وتقول له يعني إيه اعمل لي كذا وهدي لك كذا، ده يعني فيها إساءة أدب كبيرة. العارف بربه يستحي من ربه يقول كده، لكن العارف بربه بيعمل الخير وخلاص وراضي بقدر الله وماشي ويدعو الله غير متعلق بما يدعو به، هو متعلق بقدر الله بس، لكن بيدعو تعبدا. فهمت ازاي؟ ده العارف بالله. انما العامي تمشي معاه يقول لك يا رب لو الواد خف، لو الواد نجح، لو الجوازه دي مشيت، لو العربيه دي اشتريتها، لو البيت ده مش عارف ايه، يعني يعلقها على امور معينه، هعمل كذا. يبقى ده اسمه نذر مشروط. ونذر البر يقول لله علي ان اصلي كل يوم 4 ركعات لله، زياده كده غير النوافل الراتبه. فهمت ازاي؟ بقى صلاه واجبه علي ان يصلي كل يوم 4 ركعات لله تطوع طول عمره بقى خلاص، لانه نذرها على نفسه. او لله علي ان اطعم مسكين يوميا ما حييت، يعملها كده لمطلق مش بقيد معين، ده اسمه نذر بر. كويس؟ ده اسمه نذر التبرر. والنذر الحرام اللي هو ايه؟ ان ينذر معصيه لله علي الا ازور عمي ده اللي هو كلنا في الميراث بتاع ابويا، ده هقطع علاقتي بيه طول عمري ما ازوره، ما ينفعش لانه ده فيه قطيعه رحم فلا يوفيه. فهمت ازاي؟ يبقى النذر اللي فيه قطيعه رحم او تحريم حلال لله علي ألا أكل الملوخية ما حييت، لأنه لما كل الملوخية عملت له إسهال مثلا، فنقول له لا ما يجراش حاجة، ارجع في نذرك وأطعم 10 مساكين وخلاص. ليه؟ لأنه هنا حرم الحلال. فهمت إزاي؟ طيب طيب ما ده نذر معلق، مش معلق بموتها. طيب ما هو معلق بموتها، لو ماتت مراتي لله علي اذبح خروف فرح مثلا او صدقة على روح، ما على حسب بقى نيته، ما احنا ما نعرفش هو نيته ايه. فاذا ماتت يبقى ينفذ، لانه صار نذرا معلقا مشروطا بوقت معين. ما هو المعلق اما مشروط بوقت او بحدث، مش كده برضو؟ ادي المعلق. احنا بنتكلم بقى ان النذور التبرر مطلق البر بس هو ده اللي يجوز في اثناء الصلاه لا تبطلها، مطلق البر، انما النذور الثانيه كلها تبطل بها الصلاه. واضح؟ لا مش شرط في اي وقت. شوف هنا بيقول لك ايه؟
ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر. يبقى خرج المعلق والمحرم، يبقى المعلق والمحرم لو نذرهم جوه الصلاة بطل، واضح؟ فقط بلا تعليق خرج المعلق أو المشروط ولا خطاب، بشرط يكون نذر التبرر ده نذر بلا تعليق وبلا خطاب لأدم، يعني كاف الخطاب ما تكونش لغير الله، كقوله هيديك مثال لله علي صلاة أو صوم أو عتق فلا تبطل به الصلاة، لأن نذر التبرر مناجاة لله بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد. ويستثنى أيضا من الكلام الذي لو يبطل الصلاة إجابة سيدنا محمد، لو ناداك وانت بتصلي تجاوبه وتتكلم معاه وترجع تكمل صلاتك حيث انتهيت، ما تبطلش الصلاة. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن النبي نادى الواحد وهو بيصلي فلم يجبه فقال ألم تسمع، فاعتذر الرجل للنبي قال يعني معذرة يا رسول الله ما منعني إلا أني كنت في صلاة، فقال ألم تسمع قول الله إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى إيه؟ فهمنا من أن إجابة النبي داخل الصلاة لا تبطل. طيب هل في حال حياته فقط أم بعد وفاته أيضا؟ على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينادي لك وترى يقظة حتى بعد وفاته. عند بعض الأولياء والصالحين بيحصل لهم نوع من الكشف، يشوف النبي كده يقظة، زي كثير من الأولياء شافوه كده يقظة، فافرض جالك يقظة كده وانت بتصلي ونادالك وجاوبته لا تبطل صلاتك حتى بعد وفاته على المعتمد الصحيح. وإن كان في قول عندنا أن هذا خاص بحال حياة النبي الدنيوي، أما بعد وفاته فتبطل بها الصلاة، واضح؟ لكن المعتمد على خلافه. نشوف التفصيل. هذه الصبر جميل، كل حاجة هنقولكم مش هنسيب حاجة في نفسك النهار. ويستثنى أيضا إجابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن ناداه ولو بعد موته، ولو بعد موته، لأن الموت ده بس حد فاصل، إن النبي انتقل من حياة الدنيا لحياة البرزخ ده حد فاصل، لكن هو النبي حي برضه بس حياة أخرى أرحم. فهمت إزاي؟ أدي الفكرة. خلافا لتقييد بعضهم بقوله في حياته فإنها تجب عليه ولا تبطل بها الصلاة، ولا تبطل يعني تجب الإجابة ولا تبطل بها الصلاة، بخلاف ما لو خاطبه ابتداء، بخلاف لو هو اللي ابتدى الكلام مع النبي، يعني النبي ما نادلوش فيرده، لو النبي نادالك فرديت ما تبطلش الصلاة وانت بتصلي. طيب انت شفت النبي وانت بتصلي وهو ما كلمكش، انت اللي كلمته تقول يا رسول الله وعايز تكلمه، تبطل صلاتك لان انت اللي ابتديت. فهمت بقى؟ بخلاف طبعا ده كثرة كاثرة، ربنا يوعدنا انا وانت والمسلمين، لكن كثير من الناس شافوا النبي يقظة، يقظة كده بيشوفوا كتير، واخد بالك؟ كتير من الاولياء. ايوه هنجي كل ده هنناقشه. عارف احنا هنقعد نتكلم في الكلام كده ان شاء الله ساعة الا ربع في نقطة الكلام بس. الصبر جميل. بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله يا رسول الله فتبطل به الصلاة، وهل تلحق إجابة سيدنا عيسى وقت نزوله؟ سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان؟ طب افرض نزل في الزمن بتاعك وجاء نادالك وانت بتصلي، يلحق سيدنا عيسى بسيدنا محمد؟ لأن ده نبي وده نبي وكل من نبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ده خاص بسيدنا محمد بس؟ كل دي مسائل حلوة بتعلمك الملكة الفقهية، بتربي فيك الملكة الفقهية. وهل تلحق إجابة سيدنا عيسى وقت نزوله بإجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ المعتمد أنها تلحق بها في الوجوب، في وجوب الإجابة، ولكن تبطل الصلاة. يبقى نقول له يجب إجابته، سيدنا عيسى مش هنادي لك كده علشان حاجة مش قليلة، يبقى يجب إجابته، اقطع صلاتك وجاوبه وبعدين عيد صلاتك، لكن النبي ما تقطعش صلاتك جاوبه وكمل صلاتك. يبقى في الحالتين يجب الايه؟ الاجابه، لكن مع سيدنا عيسى يجب الاجابه ومع بطلان الصلاه، وفي سيدنا رسول الله يجب الاجابه ولا تبطل الصلاه. سهله دي؟ طيب لكن تبطل بها الصلاه
طيب نيجي بقى بعد كده في الوالدين، الأب والأم بينادوا لك، خلصنا سيدنا رسول الله وخلصنا سيدنا عيسى ابن مريم، كويس؟ وكذا أي نبي، ربنا كشف لك عن سيدنا إبراهيم فتشوفه في حال اليقظة أبو الأنبياء ونادى لك وأنت بتصلي، هيبقى حكمه زي حكم سيدنا عيسى، يجب الإجابة وتبطل الصلاة. سهلة، فهمت كده؟ سهلة كده؟ طيب. وإجابة الوالدين حرام في الفرض، لأن قطعه حرام. يبقى لو أبوك وأمك نادوا لك وأنت بتصلي الفرض حرام تقطع الفرض، لكن تتجوز فيه. يعني ما تطولش بقى، تعمل الفرائض وتخلص كده عشان تجاوبهم بسرعة، ده في الفرض. طب نادوا لك وأنت في النافلة؟ طيب. جائزة في النفل. يبقى جائزة يعني مستوية الطرفين، لو عارف ان هيزعلوا يبقى جاوبهم واقطع النافلة، لو عارف ان مش هيزعلوا قوي، لو عارف انك بتصلي يبقى خلاص، يبقى انت مخير بين اجابتهم وعدمهم. لكن لو عرفت ان هيزعلوا يبقى ترجح عندك انك تقطع الصلاة وتجاوبهم. واضح؟ او طريقة مناديهم بينادوا لك كانهم في كرب، يا فلان كان الحقني. فهمت ازاي؟ يبقى اقطع صلاتك لا يكون في حاجة. فهمت ازاي؟ يبقى طريقة النداء كمان قد تلجئك إلى الإجابة السريعة. طبعا تبطل. وتبطل الفرض برضه. اه. جائزة إنه يعني يجاوبهم مع قطع الصلاة، أو إنه يستمر في صلاته وبعد يجاوبهم بعد صلاته، أدي معنى جائزة. جائزة في النفل ثم إن شق عليهما عدمها فالأولى الإجابة، يبقى ترجع عنده وتبطل بها الصلاة في كل حال. وتقييد المحشي تبعا للقليوب الجواز بقول إن شق عليهما عدمها يقتضي أنه إن لم يشق عليهما عدمها لا تجوز الإجابة، وليس كذلك لأن قطع النفل جائز مطلقا. يعني كان الأولى ولو بلا سبب فكان الصواب، ده انت في النفل امير نفسك، ده انت ممكن تقطعه في اي وقت من غير سبب، حتى لو رن التليفون وكنت منتظر مكالمه ليك تقطعه. فهمت ازاي؟ ما لانك انت في النفل امير نفسك. فهمت بقى؟ فبيقول كان الاولى ما يجراش حاجه، ما انت هتصلي تاني تقطعها، ترد على التليفون وبعدين تنشئ صلاه اخرى بعدها. لكن في الفرد لا، احنا في النفل. والصيام التطوع كذلك، جالك ضيوف طبوا عليك من البلد، اصدقائك جم حد وعايز تكرمهم، ومش معقول طبعا لما تقدم لهم تقول لهم انا صايم كله، معناه ما تاكلوش، فتروح ايه واكل معاهم وتقطع صومك، يبقى كده ايه؟ لانك امير نفسك. طبعا عند الاحناف اذا قطع عليه الاعاده، وكذلك عند الحنابل في النافله ملزما، لكن احنا عندنا يستحب الإعادة ولا يجب عليه الإعادة كمان. اه، يبقى عندنا احنا أمير نفسه ويستحب الإعادة ولا يجب، عند غيرنا يحرم فإن فعلها وجب عليه الإعادة، مش كده برضه؟ لأن استدلوا بآية ولا تبطلوا أعمالكم. واضح الحتة دي كويسة؟ طيب، عشان لما تسمع بعض الناس أفتوك بغير كده ما تتعجبش، لأن كل له وجهته من الأدلة. والصواب، فكان الصواب أن يقول والأولى الإجابة إن شق عليهما عدمها، عشان تبقى إيه كده، ما يديكش مفهوم مخالفة. كما في عبارة الرملي، الإمام الرملي في عبارته اختار اللفظ ده، الإمام الرملي كان دقيق في عباراته، عشان كده كانوا مسمينه الشافعي الصغير في عصره، كان في القرن التاسع الهجري من رملة لينج المنوفية، الشيخ محمد الرملي اللي هو شمس الدين، وكان أبوه شهاب الدين أحمد الرملي، يبقى أحمد يقول عليه شهاب الدين ومحمد يسموه شمس الدين، لأن النبي كان اسمه أحمد قبل أن يظهر محمد، يعني كان شهابا فظهر شمسا، يبقى كل من اسمه أحمد يقول عليه شهاب الدين، وكل من اسمه محمد يسموه شمس الدين. فهمت إزاي؟ كما في عبارة الرملي وغيره. وخرج بالكلام، خرج بكلمة الكلام الصوت الغفل، أي الخالي عن الحروف،
يعني مثلا انا عندي بلغم، دي في حرف، سمعت حرف، لو قلنا خ هو، لو قلنا اي حاجه يبقى ده صوت خالي عن الحروف وان كان صوتا، يبقى ده مستثنى ما يعتبرش كلام ولا حاجه، مش حكم ده، فهمت؟ هتعطس، ده صوت، ده صوت لكنه مش حرف، لكن بخلاف ما تقول عطسي عين طه سين ايه، الله ده بقت كلمه اهي، فهمت ازاي؟ يبقى دي فرق بين دي ودي. يبقى ما يبقى التلفظ مجرد حاجه ملهاش معنى خالص كده، يبقى ده ما يعتبرش من الكلام الذي يبطل الصلاه. وخرج بالكلام الصوت الغفل اي الخالي عن الحروف، كأن نهق نهيق الحمير، يعني اتنحنح، نحنحته تشبه نهيق الحمير، فهمت ازاي؟ او صهل صهيل الخيل، يعني صوته لما عمل كده صوت شبه صوت صهيل الخيل، او حكى شيئا من الطيور. ما هو الحمامه طول النهار قاعده تنطق الضاد، طول قاعده بتعمل ضاد، بتعض كده حمامه كده، فعمل صوت يشبه الاصوات دي، ما يضرش. ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم، فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد. امتى تبطل بقى؟ لو قصد اللعب، يبقى لو قصد اللعب تبطل، يعني بايه؟ بيلعب الواد ابنه اللي نايم قدامه وهو بيصلي، بيعمل له اصوات كده علشان ايه؟ يشغله وهو بيصلي، يبقى يقصد اللعب، هنا تبطل الصلاه، فهمت بقى؟ وكذا لو اشار الاخرس بشفتيه، ولو اشاره مفهمه للفطن او غيره ما تبطلش. الاخرس لغه الاشاره، كلام الاشاره. طب لو الاخرس اشار اشارته كالكلام، تاخذ حكم الكلام ولا لا؟ قال لك ما تاخدش حكم الكلام، ولو اشاره مفهمه بشفتيه، لانها مش كلام برضه، واضح؟ ما هو اشار بشفتيه ما تاخدش حكم الحركه، لان حركته اصلا بتتحرك. لو عملها بصوابعه كده ما تاخدش حكم الحركه، لأن الحركة بالصوابع غير الحركة هنيجي في الحركة نتكلم. ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره، بخلاف في العقود، في العقود، عقود الزواج وعقود البيع، من الأخرس الإشارة المفهمة تحل محل اللفظ كده برضو، في عقود الزواج وعقود البيوع، لكن في الصلاة ما تحلش محل اللفظ، واضح؟ والتنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف والسعال والعطاس، كل ده لو ظهر منه حرفان بطلت صلاة، إلا لو كان غلب الحال أوي، واضح؟ إن ظهر بشيء من ذلك حرفان أو حرف مفهم بطلت به الصلاة، وإلا فلا، نعم يعذر في اليسير عرفا من ذلك عند غلبته له، يعني ما يبقى اليسير عرفا، وان لما يغلبوا الحال قوي وبيبقى نادر ما بيحصلش معاه كتير تعديها له. وان ظهر منه حرفان حتى طالما نادره تحصل معاه واتغلب حاله، ولو من كل مره، ولو من كل مره، يعني ولو من كل نهنها بيطلع منه حرفين وتنهنه كتير وغلبوا الحال قوي، فهمت ازاي؟ زي في ناس لما يجي يعيط يقول ايه ايه ايه، الله ده بقى الحكايه بقت همزه هيه يه دبره، الله ده شغلانه كبيره، ده كانه بيتكلم، لكن غلبه الحال قوي وهو عيطه كده خلاص سيبه في حاله، واضح؟ لكن ما غلبوش الحال يعني بيتباكى، او ممكن انه هو يتحمل البكاء من غير ما يطلع منه صوت فطلع الصوت اختيارا، يبقى هنا بطلت صلاته، واضح؟ ولو من كل مرة إذ لا تقصير، بخلاف الكثير عرفا من ذلك فلا يعذر فيه بل تبطل به صلاته إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم ولو عند الغلبة. الكثير عرفا يعني خرج منه أصوات بقى كتيرة قوي، يعني إيه وبعدين أخ وبعدين تف وبعدين نف وبعد إيه ده عطسي وبقى إيه ده الشغلانة كترت قوي، لا لا كده بطلت الصلاة بقى حتى ولو غلبته الحال،
نقول له لا اطلع بقى وهدي نفسك كده، وجيب له كوبايه ميه وهديه، وبعدين بعد كده يقوم بقى ايه يصلي من اول وجديد. فهمت ازاي؟ ده لو غلبت عليه الحال وكثرت قوي. يبقى امتى؟ لو غلبت عليه الحال ولم تكثر عرفا لا تبطل صلاته، خلاص سيبه في حاله. لكن كثر عليه، غلبت عليه الحال وكثرت عرفا، تكررت كتير وظهر منه حرفان او حرف مفهم، يبقى في الحاله دي تبطل صلاته ويعيد الصلوات. لأن ذلك يقطع نظم الصلاة إلا إذا صار مرضا ملازما له، بحيث لا يخلو منه زمن، بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاة. يعني في ناس عنده كده يعني لازمة، كل شوية يمكن كل دقيقة يعمل لك، شو بتلاحظ الحكاية دي؟ ناس عندهم كده كل شوية كده قاعد ايه بيتنخم عشان يعرف يقرا او يعرف يتكلم، والا بيبقى عنده حاجه في زوره بتجيله حساسيه او شيء يروح زوره قفل معاه نفسه يقف منه مرض. فاذا كان حالته كده بقى سيبه صلاته تصح، لانه بقى صار مرضا عنده، يبقى ما تقلقوش لانه كده هتمنعه من الصلاه. الا لو كانت بتجيله في احوال متقطعه وفي احوال بتمنع، فالاحوال اللي بتمنع تسع الصلاه كاملا، نقول له بقى ايه تحين الفتره اللي بتمنع منها دي وصلي دي. افرض ملهاش وقت يبقى خلاص يصلي بقى وامره لله. سهله الحاجه دي. هو بيقول لك كده كل الاحكام لان ممكن تطرأ على الانسان عوارض كثيره فيبقى عارف احكامها. الا اذا صار مرضا ملازما له بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاه فانه لا يضر. كمن به سلس بول، زي اللي عنده سلس بول بيتنقط منه على طول، يبقى نقول له خلاص صلي على حالك وانت دائم الحدث، لكن ايه لها احكام معينه، لكن يصلي. ونحوه زي انفلات الريح، بل اولى ويعذر في خصوص التنحنح ولو كثر، لتعذر ركن قولي قولي كالفاتحه. ويعذر في التنحنح اشد لتعذر ركن قولي كالفاتحه، لانه لو ما تنحنحش مش هيعرف يقرا الفاتحه. لكن التنحنح لا يعذر في قراءه السوره بعد الفاتحه، لان السوره سنه فما يتنحنحش. افرض محتاج يتنحنح عشان يكمل السورة، نقول له خلاص اركع. سهلة الحكاية دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الصبح سورة المؤمنون، فوقف إلى عند قول سيدنا، قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، فأخذته سعلة فركع. فخد منها الشافعية إن التنحنح في غير الفاتحة ملوش لازمة. سعلة يعني عطس واحتاج بقى يتنحنح واحتاج، فراح ركع صلى الله عليه وسلم، يبقى أنهى الركعة. ولو بيتنحنح عشان الموضوع مضايقه، لو مضايقه عشان هيتخنق بقى نفسه، معلش يعمل عشان نفسه، ما احنا مش بنقول هنخنقه كمان، لكن احنا بنتكلم بيتنحنح علشان صوته يطلع يجلجل كده صيته. نقول له لا، لو في الفتحة بس، لو في الفتحة بس، وغير الفتحة لا، إلا في تكبيرات الانتقال لو أراد أن يسمع من خلفه، مسجد متسع وعايز يسمعهم تكبيرات الانتقال، فيبقى ساعتها علشان تكبيرات الانتقال. ما احنا قلنا بتغلبوا الحال خلاص بقى، بتغلبوا الحال. ما احنا قلنا لو كثرت وغلبت الحال، وغلبت الحال، واخد بالك؟ بس ايه؟ بشرط الا تتكرر كثيرا. فلو تكررت كثيرا يبقى ما يصليش امام، يصلي بنفسه بقى، واخد بالك؟ عشان كده كان سيدنا ابو بكر، سيدنا عائشه عايزه تعتذر له، وقال ايه؟ انه رجل اسيف، اذا اراد ان يقرا بكى يا رسول الله، قل لعمر. فهمت ازاي؟ ولا يعذر في التنحنح لسنة كالجهر والصورة وتكبير الانتقالات إلا إن احتيج إليه ليعلم المأمومين، المأمومون ليعلم المأمومون بانتقالات، ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام. وكانت الصلاة تتوقف صحتها على الجماعة زي الجمعة يعني، كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة، فيعذر فيه لذلك. يعني بقدر الامكان الواحد يتنحنح نادر في الصلاه. ادي انت فهمت من القصه دي كلها ايه؟ ان الواحد ما يخرجش منه اصوات في الصلاه كتيره. ده انت عندك انت
عند الأحناف القهقه في الصلاه تنقض الوضوء وتبطل الصلاه كمان، يعني يروح يتوضا كمان. شفت قد ايه؟ لانها فيها اساءه ادب شديده، يعني لو ضحك ضحك قهقه، احنا عندنا القهقه تبطل الصلاه لكن ما تنقضش الوضوء، لكن الاحناف بيأدبوا ايه اتباعهم اشد، يقول لا روح اتوضى كمان، لان كونك انت وانت في مجلس في مواجهه ربك في الصلاه كده وتقهقه كده، ده اساءه ادب كبير. روح تص وشك بشويه ميه بقى وفوق نفسك كده عشان تعرف انت هتكلم مين. فكلام الاحناف حلو بقى. العمد يعني بيقول هنا الكلام العمد اي مع العلم بالتحريم، يبقى يشترط ان يكون كلاما عامدا، يبقى لو غلبوا الكلام طلع غصب عنه لا ما يبطلش لانه مش عمد، ولو خرج ناسيا يبقى مش عمد، لو خرج منه غير جاهلا غير عالم بالتحريم لا تبطل صلاته. يعني واحد ايه مسيحي واسلم وبقاله يا دوب اسبوع اسلم كده وفرحان كده وبيجي يصلي مع المسلمين وعرف ان المسلمين اما بيعتصوا بيقولوا لبعض يرحمكم الله، فانت واقف جنبه بتصلوا كده مع بعض، رحت عاطس قال لك يرحمكم الله وانتوا بتصلوا كده، يبقى ده حديث عهد الاسلام وجاهل بالاحكام، ما تبطلش الصلاه. وبعد الصلاه تقول له ما تعملش كده تاني، مش كده برضو؟ يبقى الواحد ياخد باله من الحكايه دي، اي مع العلم بالتحريم يبقى يعذر فيه بالجهل وبانه في الصلاه وانه هو يكون ناسي، اما مع عدم العمد بان سبق اليه لسانه، سبق اليه لسانه يعني هو قايم اه يا ركب، سبق لسانه كده وهو مش متعمد خالص غصب عنه، هو متعود كل ما يقوم يقول اه يا ركب، بقى له 10 سنين ركبه وجعان فكل ما يقوم بيقول اه يا ركب، فيجي في الصلاه وهو قايم بره يقول لك اه يا ركب، صارت عنده لازمه مش متعمده، خلاص سيبه في حاله ده، بس ما يصليش بالناس، بس ايه بتاع اه يا ركب ده ما يصليش بالناس، هو بيصلي لوحده مأموما. فهمت بقى؟ أو مع عدم العلم بالتحريم، برضه خرج منه ما يعرفش إنه حرام الكلام في الصلاة، أو مع عدم العلم بأنه في الصلاة، راجل بيجي له زهايمر كده يعني يروح ناوي الصلاة وهو في وسط الصلاة كده ينسى إنه في الصلاة، يا ولا أنت رايح فين؟ افتحوا الباب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. هو راجل بيجي له حاجات زي بتحصل، يعني ناس لما بتكبر في السن وساعات في سن صغير ويجي له جلطة في مراكز معينة في المخ وتجيله ويبقى سنه صغير ويبقى ايه ناسي، يبقى لسه خارج من الحمام متوضي ومنشف ويقول لك هتوضى تاني، يا ابني انت بتوضى؟ يقول لك نسيت معلش. طب خد بالك النبي لما تلاقينا اتوضى قول لي انك اتوضيت، ويقعدك كده قدامه عشان ايه؟ تعد له الصلاه كمان. يعني شفنا منهم ناس يقول لك اقف جنبي وانا بصلي، اما اصلي ركعه تقول لي واحد، اما اصلي اثنين تقول لي اثنين، عشان يعرف يخلص صلاته والا مش هيعرف يخلص، بيبقى برضه مساكين، واخد بالك؟ فدول يبقى لو اتكلم كده في اثناء الصلاه يعذر بقى لانه بينسى، ناسي خالص، ما عندوش عمد. فهمت ازاي؟ ما فيش العمد. او مع عدم العلم بانه في الصلاه، فان كان ما اتى به كلاما قليلا عرفا وضبط بست كلمات عرفيه، يبقى الكلام الذي لا يبطل به الصلاه بالشروط اللي قلناها دي كلها انه يكون جاهل بالحكم او غلبه الحال او نسيانا، كويس، بشرط انه ما يزيدش عن ست كلمات، لو زاد عن ست كلمات نقول له لا عيد الصلاه. خدت بالك؟ لا في حته واحده طلقه واحده يعني لو في كل ركعه ما يدورش. هم خدوا حديث ذو اليدين، اقصرت الصلاه اقصرت الصلاه ام نسيت، كل ذلك لم يكن، واخد بالك؟ فعدوها، الرسول قال كل ذلك لم يكن احق ما قال ذو اليدين، عدوا كلام ذو اليدين له سته وكلام النبي له سته، وبعدين اتموا صلاته، يبقى ما زادتش عن ست كلمات، فخدوا الست كلمات حدها من ايه؟ من حديث اقصرت الصلاه اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله، ادي اللي قاله ذو اليدين ست كلمتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن أحق ما قاله ذو اليدين، قالوا نعم فأتم صلاته. ف...
فادوا الست كلمات من حضرهم. زاد عن ذلك تعد هنبتدي نتكلم. فهمت ليه جابوا الستة؟ يجي لك واد بقى وهابي بيقرا الكتاب يقول لك ايه الفقهاء دول جابوها ستة منين دول؟ ما هو مش فاهم. ما عيال متسرعة، عيال متسرعة، فما تمشيش ورا العيال وإن كانوا شايبين في السن، فهم عيال بر، الخلق عيال الله، فهو ما زال عيل عند الله كسائر الخلق يعني. فالعيال على فكرة مش شتيمة يعني، كلنا عيال. يقول له يا ولد، كل مولود ولد. فبيقول ايه؟ وضبط بست كلمات عرفية، ده الكلام القليل، ست كلمات عرفية، فأقل أخذا من قصة ذي اليدين، لم يضران، لم يضر إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم، لو كان بالصور القيود اللي فاتت دي، أو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، يعني قضى طول عمره عايش في صحراء سيناء بيمشي ورا الغنم، ما احتكش بالعلم، وبعدين جه فجأة جه القاهرة في وسط العلماء والأزهر والشباب الكتير اللي بيصلي والمصلين ومساجد كتيرة، ومتعود على الصحراء وطول عمره مسلم كده، بس ما يعرفش الأحكام دي. ففجأة دخل المساجد لقى الناس بتصلي، وهو في وسط الصلاة قاعد يكلمه. الساعة كام دلوقتي؟ هو فاضل كتير على العشاء، كل ده وهو جوه الصلاة ومتعود يعمل كده وهو في بلده. فده ايه؟ نشأ في بلدية بعيدة عن الإسلام. نقول له انت ايه بلدك ايه؟ يقول اصل انا جاي من سيناء. نقول له خلاص ما تعملش كده تاني، وما تعيدش الصلاة، ما تقولوش عيد الصلاة. فهمت؟ يبقى ده نشأ في بلدية بعيدة عن الإسلام، بعيدا عن العلماء، فيكون جاهلا معذورا، بخلاف اللي عايش طول عمره في القاهرة هنا ويجي يتكلم الكلام ده ويقول لك اصل انا ما اعرفش. ما تعرفش ايه؟ ده انت طول عمرك في القاهرة، ده انت طول عمرك بتشوف العلماء، فيبقى انت كده جهلك ده لا تعذر بيه لانك مقصر، والتاني اللي نشأ في حتة بعيدة جهله يعذر لانه غير مقصر. انت عندك العلماء ليل نهار ما رحت لهمش ليه؟ فهمت ازاي؟ لكن التاني ما عندوش اصلا. فهمت الفرق؟ يبقى في جهل يعذر وفي جهل لا يعذر. بخلاف من لم يكن كذلك لتقصيره بترك التعلم، فيكون غير معذور وان كان كثيرا غير معذور. وبعد كده راجع تاني للكلام، فقال لك إن كان قليل عرفا وحده ست كلمات، وإن كان كثيرا عرفا وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية ضر، لأنه يقطع نظم الصلاة، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر، ففي المفهوم تفصيل، فلا يعترض بأن القيود المذكورة إنما يحتاج لها في القليل دون الكثير، والتقييد بتلك القيود يقتضي خلاف ذلك، فقد اشتهر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. يعني ما تعترضش على المفهوم مخالفة القيود على إنه إيه تعترض بيه، لا، لأن القيود دي في القليل دون الكثير، فلا يعتبر، طالما المسألة فيها قيود يبقى المفهوم لا يعتبر به. فهمت ازاي؟ لا يعتبر طالما فيها قيود. فهمت ازاي؟ ولو جهل بطلانها بالتنحنح عذر في القليل، واحد مش واخد باله ان فعلا كده ده تبطل الصلاه، لانه ما يعرفش ان ده كلام، هو عارف ان فعلا الكلام في الصلاه يبطلها، لكن ما يعرفش ان ده اسمه كلام، ان التنحنح ده كلام، يبقى ده برضه يعذر، لانه ده حكم يغيب على العام، ما بيعتبرش الحاجات دي كلام. فهمت؟ ولو جهل بطلانها بالتنحنح عذر في القليل منه دون الكثير، ولو مع علمه بتحريم الكلام، لأن هذا مما يخفى على العوام، زي برضو ممنوع الأكل في الصلاة، أم هو كل وقام صلى، فهو بيصلي لسانه قاعد يلعب في سنانه، فلعب في سنانه طلع رزاية من ضرسه، عنده حفرة في ضرسه استخبى فيه حتة لحم، فراح مطلع الرزاية بلسانه وراح بلعها. احنا ده عندنا احنا كفقهاء ده اكل، ده يبطل الصلاه، مش كده برضه؟ لكن هو ما يعرفش ان الرزاي دي اكل، ولا الرزاي دي اكل، هو مش متصور، بلعها مع ريقه، فلا تبطل صلاه الجاهل، لان دي مساله دقيقه ما يعرفهاش ايه الا العلماء. فهمت ازاي؟ بس لكن نعذره، نقول له بعد كده لما تطلع حاجه زي دي من وسط اسنانك وانت بتصلي تحطها على طرف شفتك وما تبلعهاش. فهمت ازاي؟ تعلمه، لان دي تغيب برضه على العامه، هو فاهم الاكل يعني، يقعد ياكل كده ورك بطه وصدر
فرخه وطبق رز، انما ما يعرفش ان دي اسمها اكل. فهمت ازاي؟ يبقى نشوف هنا. ولو جهل تحريم ما اتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره، كان كأن قال لإمامه اقعد او قم، وجهل تحريم ذلك لتعلقه بصحة الصلاة. افرض هو عارف ان الكلام في الصلاة فعلا يبطلها، لكن الإمام نسي وراح واقف لخمسة، وهو متصور ان الكلام القليل لمصلحة الصلاة ما يبطلهاش، وقام قال للإمام اقعد، يبقى في الحالة دي نقول له ما تبطلش صلاتك. لأن برضه هنا فيها خلاف، لأن بعض الأئمة بيجيز الكلام لمصلحة الصلاة، وده جاهل بأن دي مش داخلة في عموم الحكم. الشافعية لم يفرقوا الكلام سواء في مصلحة الصلاة أو في إيه غير مصلحة، كله يبطل. لكن بيخرج المسألة دي عن المأموم اللي ما يعرفش إيه إن دي داخلة، لأنه عارف إجمالا كده إن الكلام في الصلاة يبطلها، لكن هو تصور إن الكلمة دي كلمة صغيرة ولمصلحة الصلاة ما تبطلهاش فقالها، زي ما بتحصل في بعض المساجد. يجي إمام كده ينسى ويقف مثلا للرابعة في المغرب، فيقولوا له إيه؟ اجلس. بعد ما قالوا له سبحان الله مش عايز أسمع الكلام، فيقولوا له اجلس. واحد كده يقول اجلس، هو مش متصور إنه اتكلم كلام وحش، فلما تيجي بعد الصلاة تتخانق معاه يزعل منك. فهمت إزاي؟ فأنت تسيبه ده، لأنه ما يعرفش إيه مثل هذه الأحكام. ولو جهل تحريم ما أتى به من الكلام مع علمي بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره، كأن قال لإمامه اقعد أو قم، وجهل تحريم ذلك لتعلقي بمصلحة الصلاة مع علمي بتحريم ما عدا ذلك من الكلام، فهو معذور، كما شمله كلام ابن المقري في روضه. وكذا لو سلم ناسيا، كأن سلم من ركعتين ظانا كمال صلاته، ثم تكلم يسيرا بشرط ألا يأتي بأفعال مبطلة وألا يطأ نجاسة. برضه لو جه سلم من ركعتين، يعني هو جه مسبوق، فلحق الإمام في التشهد الأوسط ويصلوا صلاة رباعية، فصلى مع الإمام ركعتين، جه الإمام سلم وأنت قاعد بتسلم معاه وهو بيصلي جنبك، كنت عارف إنه جه في التشهد الأوسط، فراح رخر مسلم، هو المفروض كان يقوم ما يسلمش، فراح سلم ناسيا، فأنت قلت له إيه؟ قوم جيب ركعتين ناقص لي. يقول لك ايه ده، وانا ليه وانا وصل، وراح قايم. اما ما قال الكلمتين دول في المناقشه البسيطه دي وكان مسلم ناسيا تمشي. لكن لو طول الكلام وقعد عمل كلام مناقض والتفت من القبله وشهد عليك المسجد وشغلانه واحلف وهات المصحف، طب واحلف وشغلانه بقى تانيه، يبقى هنا بقى يعيد الصلاه من اول وجديد. فهمت بقى ازاي؟ بس في الحالة دي طبعا هيسجد للسهو على سبيل الاستحباب، يعني هيقوم يجيب ركعتين ويسجد للسهو. مسألة تانية، بشرط انه ما يكونش عمل عمل مبطلة ولم يطأ نجاسة. يعني ايه؟ يعني ما دس على نجاسة فقطعت صلاته، لانه حتى هو بيكلمك بعد ما سلم هو مازال في الصلاة، فلو كلمك بعد ما سلم وجا خط خطوة فطأ نجاسة بطلت صلاته، لان تعلق جسمه بنجاسه. فهمت ازاي؟ لان هو وهو بيكلمك مازال في الصلاه. فهمت ازاي؟ ادي الشروط. ولو سلم، المساله الاخيره دي برضه خد بالك منها، ولو سلم امامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له الماموم قد سلمت قبل هذا، فقال الامام كنت ناسيا، لم تبطل صلاه واحد منهما. الإمام قاعد بيقرأ التشهد وكل الناس وراه، فالإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الناس سلموا، فالإمام بعد شوية قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام، قال لهم ما أنت سلمت، قال لهم كنت ناسي، صحت صلاة ده وصلاة ده، صحت صلاة ده وصلاة ده، لأن كلامهم كله بعد التسليم، مش كده برضه؟ آدي الصورة. أما الإمام بمجرد التذكر، طبعا بمجرد التذكر يقوم على طول طالما تذكر. اما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته. فهمت ازاي؟ لانه بعد سلامه الثاني، واما سلامه الاول فكان نسيانا فلا يضره.
الإمام لما سلم السلام الأولاني والناس سلموا وراه كان ناسي، فسلامه الأولاني ده ما ينفعش. فلما سلم السلام الثاني، السلام عليكم ورحمة الله، جاء الثاني قال له ما أنت سلمت، قال لك خلاص، قال له كنت ناسي. كنت ناسي طلعت منه بعد سلامه الثاني اللي هو المحقق، فخرج من صلاته خلاص فصلاته صحيحة. إنما سلامه الأولاني اللي الناس سلمت عليه كان بالنسبة له نسيانا. فهمت المسألة بقى؟ فهو بالنسبة للإمام كان ناسي. هنيجي بقى قصة المأموم، إحنا بنتكلم على الإمام هنا. يبقى الإمام هنا صلاته صحيحة لأن سلامه الأول لم ينعقد له لأنه كان ناسيا، وانعقد خروجه بالصلاة بالسلام الثاني اللي هو قال بعديه أنا ناسي. فهمت إزاي؟ يبقى صلاته صحيحة لأنه تكلم بعد الخروج من الصلاة بالسلام الثاني. واضح؟ طيب نشوف بقى المأموم. وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة فرغت. المأموم سلم بعد السلام الأول اللي عمله الإمام نسيانا، المأموم معذور، هو ظن الصلاة فرغت فسلم وبعدين كلم إمامه، فالإمام قال له كنت ناسي. يقوم يعمل إيه المأموم؟ يسلم ويسجد للسهو. يبقى كلام المأموم كان في داخل الصلاة، لأن السلام الأولاني ده بعد سلام الإمام النسيان ما خرجش بيه من الصلاة. فهمت بقى إزاي؟ اسمع الكلام افهم. أما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة، فتكلم وهو مش عارف انه في الصلاة، يبقى مش متعمد. يبقى لما قال للإمام انت سلمت او كلامه، فهمت؟ فالإمام رد عليه قال له ايه كنت ناسيا. الإمام لما قال له كنت ناسيا رد بعد ما خرج من الصلاة بسلامه الثاني، وانا لما قلت له انت سلمت انا بقول له وانا ظن مني ان انا خرجت من الصلاة، فانا مش متعمد ان انا اتكلم في الصلاة. لكن شوف، فلأنه يظن أن الصلاة فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة، لكن يسن له سجود السهو في الحال بقى ويسلم، لأن عندنا سجود السهو قبل التسليم عند الشافعي. يبقى في الحالة دي لما يسمع الإمام يقول له كنت ناسيا يعمل إيه؟ المأموم يروح ساجد للسهو سجدتين ويسلم، لأنه كأنه تكلم ناسيا. فهمت إزاي؟ خلاص يعيد الصلاة ويريح لحد ما يتعلم الحكم. هيقعدوا يشبكوا في بعض وفي الاخر هيعيدوا الصلاه. لكن ميزه العلم انك بتخليك تعلمك ازاي هي تحل المشاكل دي. لكن هو في الاخر حتى تبطل الصلاه عندهم ويقوموا يعيدوا الصلاه من اول وجديد. ما هو قال لك ان ده لا يتكرر، ده حادثة حال، هم خدوا منه بس حد الكلام القديم لكن ما خدوش بيه تاني. قال لك لان ده حادثه حال، لان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ثبت التشريع، اليوم اكملت لكم دينكم، فلما يجي امام الوقت يصلي العصر ركعتين ويسلم احنا ما نتبعوش، لان احنا عارفين ان العصر 4 ركعات ما ينفعش. لكن مع النبي كان لسه وقت التشريع، فالصحابه لما لقوا النبي سلم افتكروا ان الصلاه قصرت فسلموا خلفه، فدي حادثه لا تتكرر. عشان كده الشافعي قالوا عليها حادثه حال لا تتكرر. ما احنا عندنا قلنا اللي يقولها غير عالم بالحكم لا نقول له ما تبطلش صلاتك، لكن احنا ما نقولهاش، احنا ننوي المخالفه المفارقه. الشافعي ينوي المفارقه في الحاله دي، يعني يقول للامام سبحان الله سمع الكلام خير وبركه، ما سمعش يسلم ويسيبه. ده الشافعي يعمل كده. الشافعي غير له مخير الاثنين، بس تبقى مقلب لو طلع حنفي واعتبرها بقى ايه سنه شبكه فيها وجاب لك ركعه كمان. هو الحنفي ساعات يعملوا كده. يعني يروح قايم لك في الخمسة وبعدين يفتكر ان هو بتاع يقوم يستمر فيها ويعتبرها انها السنة البعدية اللي ضمها في الصلاة. لأن عندهم الخروج من الصلاة بأي شيء يبطلها. فهو اعتبر ان خروجه منها بإنشاء صلاة بعدها ده خروج. وعندهم تشهد سنة وليس ركنا. والتسليم سنة وليس ركن. فهمت ازاي؟ ده حل عند الاحناف. عشان كده الشافعيه قال لك ايه انوي المفارقه واخلص وروح ومالكش دعوه.
ما يبقى كأن جاب الفرد أربعة وجاب اتنين بعدية. أعتقد بيعمل في الوتر كده. آه ده في حالات السهو النادر يعني، أنت ممكن تصلي ورا واحد حنفي طول عمرك ما يعملش كده قدامك لأنه ما نسيش، لكن دي أحكام نادرة يعني. المهم الشافعية ليهم حلهم، المالكية أجازوا الكلام لمصلحة الصلاة، أجازوه. الأحناف لم يجيزوا الكلام لمصلحة الصلاة برضه، هي تقول سبحان الله، سمع كلامك سمع، ما سمعش تعيدوا الصلاة، مفيش حل، بطلت الصلاة، تقوم تعيدها تاني، مفيش عندهم نية المفارقة، الأحناف ما عندهمش نية المفارقة، فهمت؟ يقوم هو المأموم يقوم يعيد الصلاة، طب والإمام يسيبه في حاله، يمكن هو نوى بقى إيه السنة اللي بعدين، فهمت بقى؟ ده الحنفي، يبقى الحنفي حلها بطريقة، المالكي حلها بطريقة، والشافعي حلها بطريقة. سهلة الحكاية دي؟ كل له دليله يعني. المفارقة دي ما تخليهاش تنعقد جماعة لا تنعقد جماعة كل ما فات. كل ما فات جماعة، من أول ما نوى المفارقة ياخد ثواب صلاة جماعة كاملة، لأن المفارقة ليست إيه؟ بتقصيره. فيقوم ياخد صلاة الصلاة الجماعة كاملة وأزيد كمان. بزيادة العلم. لأنه عمل فيها حكاية فيها علم. والعلم ده في حد ذاته ليه ثواب كبير، وعشان كده قال إن الصلاة اللي فيها نقص فجبرت بتبقى صلاة لها ثواب أعلى لما فيها من العلم الزائد. لأن ربنا يثيبك على العلم الزائد ده، فهمت بقى المسألة؟ مش معنى كده تعمل نفسك ناسي، لا ده احنا بنتكلم لما بتيجي عفوية. خد بالك، لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة فلا يتحمله عنه الإمام. يبقى الإمام خلاص خلص وقال أنا كنت ناسي، ويقعد يختم صلاته ملوش دعوة بحاجة، والمأموم اللي قال له إيه سلمت قبل كده يسجد للسهو ويسلم، والإمام معلوش سجود سهو لأن قطعت القدوة. ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر. يعني لو عارف ان الكلام في الصلاة حرام لكن مش عارف انه يبطلها، حرام بس وخلاص كده، ما يعذرش بقى. فهمت ازاي؟ لا يعذر خلاص، انت كفاية انك تعرف ان الحاجة حرام ما تعملهاش، حتى لو عارف انها، عارف انها حرام فقط ومش عارف انها مبطلة فعملتها وعارف انها حرام لكن مش عارف انها مبطلة، نقول لك لا بطلت. فهمت بقى؟ زي اللي ما يعرفش ان الخمر عليها حد ويعرف انها حرام فشربها يحد. واضح الحكاية؟ سهلة؟ بخلاف اللي شرب الخمرة على انها مش خمرة، فاكرها شوية خل شوية مية شوية اي حاجة فسكر، هو ما كانش يعرف لما لا يحد. لا ما هو ايوه، بس من اتضح له انه لم ينعقد لان امامه فعله ناسيا بعد ما سأل وقال له انا عملته ناسي، فعليه ان هو يعمله بعد كده. بيقول لك هنا فلا يتحمل، ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر، كما لو علم تحريم شرب الخمر دون ايجابه الحد فانه يحد ولا يعذر، إذ حقه بعد العلم بالتحريم الارتداع والكف عن ذلك. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته، كما لو نسي النجاسة على ثوب. دي مسألة تانية جديدة خالص. هنا اتكلم ناسي إن الكلام حرام في الصلاة، نسي، هو كان يعرف بس نسي، بخلاف اللي يتكلم وهو جاهل بالحكم. دي مسألة ودي مسألة، اللي يتكلم وهو جاهل بالحكم حده القليل، زاد عن القليل بطلت برضه. حده 3 6 كلمات. طيب، لو تكلم ناسيا التحريم، لكن كان يعرف التحريم بس نسيه، بطلت صلاته. بطلت صلاته، كأن نسى، أسوها على إيه؟ كأن يعلم أن ثوبه عليه نجاسة فنسي، فأنشأ الصلاة ثم تذكر وهو في الصلاة أن أو بعد الصلاة أن ثوبه كان عليه نجاسة، عليه أن يعيد الصلاة. يبقى دي زي دي، واضح إزاي؟ ها؟ حتى وإن خرج الفرض الوقت. ليه؟ لإدراك الصحة. يبقى لإدراك الصحة. فبيقول الكلام العمد
الصالح لخطاب الآدميين، سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. الصالح لخطاب الآدميين أي الذي شأنه أن يقع بين الآدميين في محاوراته ومخاطباته، ولو خاطب به الجن والملائكة أو غير العاقل، كقوله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، بيكلم الأرض بطلت صلاة، لأن الكلام هنا حتى ولو كان لا يعقل زي الأرض بيخاطب الأرض تبقى بطلت صلاة. فهمت؟ واحترز الشارح بقوله الصالح لخطاب الآدميين عن القرآن والذكر والدعاء، إلا إذا خاطب بالدعاء غير الله تعالى وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول لعاطس يرحمك الله. لو قال للعاطس يرحمك الله بطلت بكاف الخطاب، لكن لو قال يرحمه الله كأنه بيدعي له، صلاته صحيحة، يرحمه الله ده دعاء، ولك أن تدعو لأخيك وأنت في الصلاة ما تبطلش. لكن لما أقول يرحم حتى بصوت عالي واطي ما تفرقش معانا، لكن لو قال يرحمك بكاف الخطاب هنا كده كأنه خاطبه، يبقى ده صالح لخطاب الآدميين، يبقى كاف الخطاب هي الحد. فهمت؟ لكن انت كاف الخطاب تجوز لله ولرسوله بس، انت في التشهد بتقول السلام عليك ايها النبي بكاف الخطاب، ولله بتقول اياك نعبد واياك نستعين، مش كده برضو؟ لكن ما ينفعش وانت بتصلي تقول اللهم اهديك يا ابني، اللهم اشفيك يا امي، زي العوام كده بيقولوا ساعات دعاء بالطريقه دي، لا تقول اللهم اشفي امي، اللهم اهدي ابني، صلاه صحيحه. لما تقول اللهم اهديك يا ابني بكاف الخطاب كده بطلت الصلاة، لكن قول اللهم اهدي ابني، اللهم اشفي امي، فهمت ازاي؟ تبقى صلاة صحيحة، لانه الكلام الصالح لخطاب الادميين هو الذي يبطله. اما غير الصالح لخطاب الادميين يبقى ايه؟ ممكن يدخل في الدعاء او الذكر. لا، الاولى ينشغل في صلاته وبعد الصلاة بيقول له يرحمكم الله، ولو نسي خلاص ما جراش حاجة لانه عنده عذر، لانه منشغل في الصلاه فيما هو اهم. واما خطابه تعالى كاياك نعبد واياك نستعين فلا يضر، وكذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو سمع ذكره، ولو خاطب النبي سمع ذكر النبي، الرجل الامام بيقول محمد رسول الله، ام قال الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، صلاته صحيحه. فهمت ازاي؟ كان سمع ذكره في الصلاة. وكذا خطاب رسول الله كما لو سمع ذكره فقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لأن احنا قايلين ان إجابة النبي حتى في الصلاة ما تبطلهاش، وانت نفسك بتقول السلام عليك أيها النبي في التشهد، فازاي نحكم ببطلانها هنا؟ فما ما تبقى صحيح. كويس. ولو نطق بلفظ القرآن، كل دي قضايا بيحكيها لك كلها، ولو نطق بلفظ القرآن مع صارف، كان استأذنه شخص في أخذ شيء فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فإن قصد القراءة ولو مع التفهيم لم تبطل صلاته وإلا بطلت. دي مسألة تانية. واحد أنت بتصلي فابنك بيقول لك مثلا أخذ ده يا بابا، أو صديقك وأنت جوه الصلاة، فأنت بتقرأ في الصلاة بعد الفتحة فقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، هو فهم من خذ الكتاب يعني خذ، وانت تقصد التلاوة مع إفهامه، لا تبطل الصلاة. لكن لو قصدت فقط إفهامه دون التلاوة بطلت، لأنه صار كلاما صالحا لخطاب الآدميين، زي الباب بيخبط فقلت ادخلوها بسلام آمنين الله أكبر، وقصدت إسماع الثاني عشان يدخل دون قصد التلاوة بطلت، لأنه صار كلاما صالحا لإيه؟ لخطاب. أو مثلا واحد قال لك إيه؟ أخذ دي، فقلت خذوه هنيئا مريئا الله أكبر. كل ده واخد بالك إزاي؟ إذا قصدت التلاوة مع الإفهام لا تصحت الصلاة، وإن قصدت الإفهام فقط صار صالحا لخطاب الآدميين تبطل به الصلاة. أي يبقى لازم قبل ما تقولها تنوي ايه؟ تنوي التلاوة مع قصد التفهيم. واضح؟ سهلة الحكاية دي. نيجي مسألة تانية.
وتبطل بمنسوخ التلاوة. طب افرض قرأ في القرآن من القرآن منسوخ التلاوة وهو في الصلاة، بطلت الصلاة لأنه بقى صلاة كلام أجنبي، أو قال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأ الفاتحة، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بردا، الله أكبر، رواه مسلم. ما ينفعش كده، يبقى ما ينفعش. ها، يبقى تاخد بالك من الحاجات دي. بعض الناس بتتعلق على هتيجي، هتيجي الصبر، وانا اروحك هتيجي. ايوه، ها، لو قصد الاثنين ده يدور، ده يدور، يعني عايز ينش القطه لانه عنده سمكه موضبه كده وعايز ياكلها، القطه مش مستحمله وهو قاعد بيطول اعصابها فلتت، فجاي هتاكل منه السمكه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الله. كل دي يعني قصص مضحكه، لكنها يعني ان قصد التلاوه وايه وانه يبعد القطه يزجرها، يعني الاثنين مع بعض صحت صلاته، وان قصد زجر القطه فقط تبقى بطل الصلاة، لأنه بقى صار كلاما إيه صالح، زي ما قلنا لو كلم حتى الأرض مش كده برضه، فالقطة أعقل من الأرض شوية، الأرض جماد والقطة حيوان يعني لها نوع إرادة. وإن كان أهل الكشف بيقول لك إن كل المخلوقات لهم إرادة ولكن أنت لا تراها، هم يرونها بالكشف، وعشان كده الأرض قالت من ربنا عايز أبلع الكافر، ليها إرادة أهو، فاهم؟ قال لا، لو كان عبدك ابلعي، ليها إرادة بس أنت مش شايفها. والسماء بتبكي على إيه؟ مواضع رفع العمل الصالح يبكي لما يموت الإنسان، والأرض بتبكي اللي كان بيسجد فيها لما يموت، دليل إن لهم إدراك، نوع إدراك، وأنت لا تراه. يعني أهل الكشف بيقولوا كده، وعندهم أدلة. أيوه. احنا قلنا في الصلاة لما ينبي يقول سبحان الله، لا ما اقصدش الامام، يعني يصلي منفرد حتى منفرد وعايز ينبي حد، ما احنا قلنا لو اراد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تقول سبحان الله. ايوه، عايزين نخلص الكلام عشان نقف على العمل بقى، مش هنقدر نخلص العمل، ايه الحركة النهارده، خلص الكلام. احنا قايلين ولو قرأ بمنسوخ التلاوة، منسوخ التلاوة حكم حكم الحديث النبوي، فلو قرأ الحديث النبوي بطلت صلاته، يبقى لو قرأ منسوخ التلاوة بطلت صلاته لأنه صار حديث، منسوخ التلاوة لم يبلغ إلينا متواترا، مش قرآن، القرآن هو إيه؟ ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا، والقرآن هذه الثلاثة الأركان، يبقى ثلاث أركان، منسوخ التلاوة ما فيهوش الإسناد المتواتر ولم ينقل إلينا أنه قرآن، فصار كالحديث كالخبر زي الشيخ والشيخ مثلا هيقولها لك. وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن بقي حكمه، وإن بقي حكمه يعني حكمه باقي، زي كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البت، الشيخ والشيخة المقصود بهم المحصن الذي سبق له الدخول بعقد صحيح ثم زنى، يبقى ايه هنا يرجم، يبقى حكمه باقي لكن تلاوته نسخت، يبقى لو قرأه ولو حكمه باقي بطل، بطلت صلاة. واضح؟ طيب، نكالا من الله والله عزيز حكيم، لا بمنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، لكن لو قرأ منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة ما يضرش، زي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية إلى الحول غير إخراج، قبل ما يبقى 4 أشهر و10 كان إيه وصية للحول، وبعدين بعد كده نسخت وصارت إيه 4 أشهر و10، مش كده برضو؟ يبقى دي منسوخة الحكم باقية التلاوة، لا يضر لو قرأها لأنها قرآن، ما زالت قرآن. دي فيها خلاف شوية، ما ندخلنيش في حتت فرعية، خلينا نخلص. لا بمنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة كآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وتبطل بالقراءة الشاذة،
تبطل الصلاة لو قرأها قراءة شاذة، زي مثلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال عذابي أصيب به من أساء، ورحمتي وسعت كل شيء، صحيحة المعنى صح، لكن هي القراءة من أشاء، وعذابي أصيب به من أشاء مش من أساء، قراءة شاذة. أساء دي مش متواترة، مش قرآن، لكنها قراءة شاذة. يجوز روايتها على أنها خبر، ولكن لا يجوز تلاوتها على أنها قرآن، فإذا قرأ بالشاذ بطلت صلاته. برد تبطل صلاته، واخد بالك؟ لأنها قراءة شاذة وإن كانت صحيحة المعنى، ولكنها ليست قرآن. واضح؟ وتبطل بالقراءة الشاذة إن غيرت المعنى، إن غيرت المعنى هنا قيدها. يبقى ايه القراءة الشاذة التي لم تغير المعنى لا تبطل الصلاة، يبقى غيرنا رأينا. ده مذهب. في مذهب تاني عندنا، مش عارف عندنا ولا عند مين، سمعته من مشايخ، قال لك القراءة الشاذة مطلقة، صحة المعنى أو لم تصح المعنى تبطل الصلاة بها، لأنها صارت كالحديث النبوي، صارت كالحديث النبوي، كأنه بيقرأ حديث في الصلاة، فيبقى ده كلام أجنبي. لكن هنا قال لك لا، القراءة الشاذة لو كانت لا تغير المعنى لا تبطل. يبقى ايه ده؟ الشيخ إبراهيم بيقول كده، الشيخ إبراهيم بيقول. يبقى ده عند الشافعية في التفصيل بتاعه. وكان عامدا عالما، يبقى وتبطل بالقراءة الشاذة إن غيرت المعنى، وكان عامدا يعني عارف إنها قراءة شاذة، عالما إنها قراءة شاذة. لكن افرض هو غلط، قال القراءة الشاذة وهو يعني ناسي، زي ما تقول خطأ في لسانه، يبقى خلاص ما تبطلش، تصححها زي ما ينسى في القرآن ويصححها. وتبطل بالتوراة والإنجيل ونحوهم، يعني لو أرى التوراة والإنجيل في الصلاة قال لك ما هو كلها كتب ربنا بقى، وأرى لك فقرة كده من الإنجيل، إنجيل متى ولا برنابة ولا أي حاجة من الحاجات بتاعتهم، وبيقول لك طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة، ساعات يد يكتبوا لك كده، احنا ما نعرفش القرآن عندنا، ما فيش حاجة اسمه طبعات، هو كله القرآن كلام ربنا، لكن هم كل شويه يقول لك طبعات جديده ومنقحه ومزيده، كل معرض كتاب ينزل لك طبعه جديده للانجيل. يبقى لو قرا الانجيل او التوراه بطلت صلاته لانه كلام اجنبي. كويس؟ ثانيا ده مترجم، ده مش كلام ربنا، ده هو ما نزلش كده، ده التوراه نزلت باللغه المصريه القديمه، مش نزلت على سيدنا موسى وكان بيكلم فرعون. لا مش بالعبريه، ده العبريه دي ترجمه ليه. لا ده الراي ده غلط، على سيدنا عيسى بالسرياني او برضو او المصريه القديمه او اللغه باي لغه، او ما هو سيدنا عيسى بس كان اهل مصر اتغيروا واللغات اتغيرت واختلطت، لكن ايام فرعون كانوا بيتكلموا باللغه المصريه القديمه وهو اتربى عليها وبني اسرائيل كانوا بيتكلموها، فيبقى ايه؟ وعشان كده في ناس حققوا من مؤرخين الاديان قالوا ان التوراه نزلت بالمصريه القديمه والعبرانيه دي ترجمه لها وليست هي، ومعروف أن الترجمة هي أول خيانة للنص مهما كانت دقيقة، أول خيانة للنص هي الترجمة مهما كانت دقيقة. يبقى بالتالي كل الحاجات اللي في إيدك ده كله مش هو ده كلام ربنا، ده تراجم فهم الناس وبعدين لعبوا فيه. لا ما تكتبش ترجمة القرآن، تكتب ترجمة معاني القرآن لفلان، يعني حسب فهم فلان ده المترجم ده، لأن كل واحد بيترجم اللي فهمه من الآية، مش كده بقى؟ وعشان كده القرآن مترجم إلى اللغة الفرنسية حوالي 60 ترجمة، لغة واحدة فرنسية بس، في 60 قرآن بالفرنسية، لأنها كلها حسب إيه ما فتح ربنا على المترجم من معاني القرآن. كأنها تفسير. لو في واحد غير مسلم غير عربي وقرأ معاني القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية داخل الصلاة بطلت صلاته، لأن ده تفسير، كأنه بيقرأ تفسير ابن كثير جوه الصلاة، ما ينفعش، أو تفسير الطبري أو شيء منها ما ينفعش. كان الشيخ مصطفى محمد أستاذ الحديث في صديقنا، يعني أستاذ الحديث في كلية أصول الدين جامعة القاهرة، وكان الوقت هو متعاقد شغال في مكة من حفاظ القرآن، وكان طالع واخد الجائزة الأولى على مستوى العالم سنة 86 اللي بيعملوها في مكة، وراجل صوته جميل في القرآن حاجة جميلة كده، وهو فقد بصره في ثانوية عامة، لكنه يعني ما شاء الله يعني يسافر لوحده أي حتة، يمشي لوحده في الشارع، ما حد يخبط فيه يقول له أنت أعمى،
ما شاء الله، يعني جميل قوي. حما يجي ان شاء الله مره نخليه يزوركم. هو راجل علامه، علامه تمام يعني، عالم من علماء الحديث الكبار. المهم الدكتور مصطفى سنه حوالي 87 89 في الحدود دي، قالوا له تعالى صلي في مسجد في الهرم بالناس التراويح، لانه قالوا للشيخ محمد جبريل تعالى، وكان هيدوا له 3000 جنيه علشان يصلي بالناس التراويح في رمضان. فبعد ما اتفق معاهم الشيخ محمد جبريل، هو دفعه محمد جبريل على فكره، بس محمد جبريل خريج شريعه وهو اصول دين، هم دفعه واحده. يقول لي احنا الاثنين ولاد حصيره واحده، كنا بنقعد نذاكر مع بعض على حصيره واحده. فالمهم اتفقوا مع الشيخ محمد جبريل هيدوا له 3000 جنيه علشان يقرا لهم القران في التراويح في المسجد الفلاني ده. فجاء الشيخ محمد جبريل اعتذر قبلها بايام بسيطه وعايز يسافر، واداهم عنوان وتليفون الدكتور مصطفى. قال لهم ده زميلي وراجل حفظه في القران متين. فاتصلوا بيه. فهم قالوا له ايه؟ قالوا له قال لهم هتدوا لمحمد جبريل ايه؟ قالوا له احنا كنا، هو كان محمد جبريل قال له هيدوك 3. فالمهم لما قال لهم هتدوني ايه؟ بيسال يعني. قالوا له 1000 جنيه كويس. قال لهم ليه بقى؟ ومحمد جبريل كان هيقرا لكم قران وانا هقرا لكم انجيل. دي من لطفه يعني، كان دمه خفيف جدا وما رضاش يروح يصلي عندهم. ففكرتني الكلمه بتاعت الشيخ هنا بالقصه دي يعني. رضي الله عنهم جميعا. وكان عامدا عالما وتبطل بالتوراه والانجيل ونحوهما والاحاديث ولو قدسيه، برضه تبطل بها الصلاه. ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقال استعنا بالله بطلت صلاته، إلا إن قصد بذلك الدعاء. أصل استعنا هنا النون دي كأنه بيتكلم علينا كلنا، كأنه بيتكلم مظاهرة بقى هي، وهو بيسلم منفرد، هو بيصلي منفرد خلف الإمام. الإمام ممكن يقول ضمير الجمع، لكن المأموم لا. فلو قال استعنا بالله وقصد الدعاء صحت، وإن لم يقصد الدعاء بطلت. ولو قال بعد ما قال القراية بتاعت الإمام خلص كده قبل ما يقول الله أكبر، ما قال صدق الله العظيم زي ناس كتير بتعمل كده، مش كده برضه صحت صلاته. لم تبطل صلاته لأنه ثناء، مش كده برضه ثناء على الله، والصلاة فيها ثناء. وكذا لو قال أنا المذنب وأنت الغفور، كم أحسنت إلي وأسأت أنا، لأنه متضمن للثناء والدعاء، سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. فالأول كما لو قال لإمامه إذا قام لركعة زائدة لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة، ده لمصلحة الصلاة برضو تبطل. والثاني اللي هو الغير مصلحة الصلاة، كما لو تكلم بكلام أجنبي لا مصلحة فيه للصلاة فتبطل به إجماعا قاله في المجموع. ونقف على العمل اللي هي الحركة، نقراها المرة الجاية إن شاء الله. كان بودنا نخلص الاثنين دول بس يبدو أن الكلام كتير، يعني الكلام المبطل للصلاة تفاصيله كثيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا وينور أبصارنا ويسر أمورنا ويبلغنا مما يرضيه آملنا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون، وحسن ذكري الغافلون.